أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بالصدقة المحرمة على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي الزكاة فقط أم عموم الصدقات؟ نعم، عموم الصدقات، صدقة التطوع والصدقة الواجبة، حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.